بسم الله الرحمن الرحيم، اعضاء مديرية مكتبة نسيتوا العرب ايه؟ اهلا بيكم. باذن الله هنحل دلوقتي مشكله وقوع النت خالص في الشبكات في مصر. كل اللي احنا محتاجينه الراوتر بتاعك العادي ده، مثلا راوتر شركه تي داتا، شوف انت بقى سواء لينك او اتصالات او غيره، ومحتاجين اكسس زي توتو لينك ده كده. شباب تعالوا كده هوريكم افهمكم الفكره بالظبط. ايه الفكره بالظبط؟ ان انا الراوتر بتاعي ده، وانا طبعا هشرح بالفيديو الطريقه للبرمجه. الراوتر بتاعي ده شباب بيبقى جاي كل اللي هتعمله، سواء حتى لو عندك مايكروتيك او ما فيش عندك مايكروتيك هنشوف حالا. دلوقتي انت لو ترك موصل الخط بتاعك وشغال نت وكل حاجه تمام، هتفتح الاكسس بوينت ده. والافضل يا شباب الاكسس بوينت ده، يعني انا افضل حاجه اشتغلنا عليها هو الاكسس بوينت ده اللي هو توتو لينك. هتلاقوا برضو الشرح بتاعه. بصوا كده يا شباب، وهو كمان فيه واي فاي، واي فاي كويس جدا. طبعا بتشيل الايه، هو اكسس جميل قوي قوي، وفيه أربعة بورت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده شباب. تمام، كل اللي هعمله هذا الراوتر بتاعي اللي وصل نت ومتبرمج عادي خالص، هاخد السلك بتاعه احطه في الوان، في الفتحة اللي مكتوب عليها وان. الفتحة اللي مكتوب عليها وان دي يا شباب، شايفين الفتحة اللي مكتوب عليها وان دي؟ وهاخد سلك، هاخد السلك من الاكسس بوينت ده، هروح بيه على سيرفر المايكروتيك بتاعي. هجيبه حالا سيرفر مايكروتيك هوريكم الفكره يا شباب. هاخد من اي سلك من دول واحطه في المايكروتيك بتاعي، مثلا ادي المايكروتيك بتاعي في البورت رقم واحد. جميل الفكره اهي، انا حاولت اصورها بالفيديو عشان تبقى سهله معاك. الراوتر بتاعي، الراوتر اللي جاي لي من شركه تي داتا، هيخش الجهاز ده ما هخليهوش من شركه تي داتا خالص، ما هخليهوش من اي شركه، يعني تي داتا، اتصالات، فودافون، هيخش هنا، هنبعد خالص عن اي شركه في مصر. وهيدي للراوتر ده، هيدي للمايكروتيك ده اللي هيوزع للناس. طب لو انت ما عندكش اصلا مايكروتيك يبقى مش محتاج ده، محتاج بس الراوتر بتاعك والاكسس بوينت ده. تمام، الفكره كلها ان انا هنا شغال من مصر، هنا مش هنشتغل من مصر خالص. هوريكم الفكره ازاي في فيديو البرمجه. شكرا ليكم والسلام عليكم.